الكره او يكمل احتياجات فريق الكره من كل الاتجاهات. الاحتياجات دي بناء على راي مين؟ الجهاز الفني. الجهاز الفني بيقول انا عايز فلان وعلان وترتان، او عايز في مركز كذا وفي مركز كذا وفي المركز كذا. والباقي بقى زي ما انتم عارفين المهندس عدلي القيعي بيبقى عنده. لو دخلت مكتب المهندس عدلي القيعي، ها انا دخلته، اعتقد انتم فاكرين ان انا دخلته. لو دخلت المهندس عدلي القيعي هتيجي تقول مثلا، خليني اجيب لكم من الناس القديمه مش هجيب لكم الجديد، هتيجي تقول اسلام الشاطر عقده عنده وماضي عنده، هتيجي تقول محمد بركات عقده عنده وماضي عنده، هتيجي تقول عماد النحاس عقده عنده وماضي عنده. وبعدين بقى ايه بيتم الاختيار، عايزين اسلام وعماد وبركات ولا مش عايزينهم، محتاجينهم في الفريق ولا مش محتاجينهم؟ احنا محتاجين عماد ومش محتاجين بركات ولا اسلام، فشكرا، بترجع لهم العقد وبيقول لهم شكرا. ما بنضرش حد بعقود ابدا. في ناس كتيره جدا واسماء كانت من انديه منافسه وجت ومضت ومضت خلاص وخلصت ونجوم كبيره جدا تهز الدنيا. قال لك لا، قال لك بعد ما مضوا وخلصوا اتفضل حضرتك شكرا، لا يوجد احتياج لفلان. بمنتهى الادب والاحترام، هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. عشان كده انا لما من 15 سنه ولا 17 سنه مضيت مع المهندس عدلي القيعي ما كنتش يعني ما كنتش حاسس ان ممكن يحصل اي حاجه. ليه؟ لان انا لو خلاص ما كنتش خايف. الموضوع لو انتهى كان ايه اللي حصل؟ كان هيقول لي المهندس عدلي القيعي، هروح له هيقول لي اتفضل ادي العقد بتاعك. فهو ده اللي انا بقوله لكم، ان كل الاسماء اللي حضراتكم بتدوروا عليها او اللي حضراتكم بتفكروا فيها، لو هو ده العقد هم ماضيين تحت رغبه وعقود لحين الانتهاء من التفاوض مع ناديهم اذا كنت عايزهم كنادي اهلي. اذا كنت عايزهم كنادي اهلي. لكن كل الاسماء دي في الدرج عند الرئيس، عند الباشمهندس عدلي القيعي، كلها في الدرج. فعلا. فاللي انا بقوله لحضراتكم ايه؟ معلش، هو في ناس طبعا وخصوصا